سفن نووية خارقة بهياكل عملاقة تمخر عباب البحر وتقطع الجليد كما يفعل سكين حاد مع قطعة لحم فيفتتها إلى أجزاء متناهية في الصغر، متجاوزة أكوام الثلوج المرصوصة كأنها فراشات تطير عبر حدود الزمان والمكان. كاسحات الجليد، اليد الروسية العليا، والرهان الذي كسبته موسكو وانتزعت انتصارها فيه أمام أنظار واشنطن والعالم يشاهد. بقوة جبارة وأناقة لا مثيل لها تشق هذه السفن قنوات بعرض 50 متراً داحرة طبقات جليدية يصل سمكها إلى نحو 3 أمتار. وقبل أن نخبركم كافة أسرار هذه الهياكل العملاقة، أوقفوا الفيديو لمدة 5 ثوان فقط، اضغطوا على البطاقة في أعلى الفيديو واشتركوا في قناتنا على يوتيوب. أصبحت الحاجة إلى كاسحات الجليد ملحة أكثر من أي وقت مضى، وذلك لإبقاء طرق التجارة مفتوحة بسبب الظروف الجليدية الدائمة أو الموسمية في بحر البلطيق والممرات الأخرى وممر سانت لورانس البحري وعلى طول طريق البحر الشمالي. تتمثل الوظيفة الرئيسية لكاسرات الجليد مرافقة السفن والقوافل بأمان عبر المياه المليئة بالثلوج، وإذا علقت السفينة وتجمد هيكلها تساعد الكاسحات في تحرير تلك السفينة عبر كسر الجليد المحيط بها. تستخدم بعض كاسحات الجليد أيضاً لدعم البحث العلمي في القطبين الشمالي والجنوبي. وأصبح وجود الكاسحات مهماً للغاية، خاصة مع توسع عمليات الحفر في بحر القطب الشمالي للتنقيب عن الثروات المعدنية، وذلك لنقل البضائع والمعدات إلى مواقع الحفر وحماية سفن الحفر ومنصات النفط من الجليد، والتي تشمل على سبيل المثال تكسير الجليد المنجرف إلى طوافات أصغر وتوجيه الجبال الجليدية بعيداً عن مواقع العمل. ولكي تعتبر السفينة كاسحة جليد يجب أن تتمتع ب3 ميزات تفتقر إليها معظم السفن العادية. أولاً، القدرة على الدفع عبر الجليد السميك. ثانياً، البدن المعزز المدعم. وثالثاً، هياكل مخصصة لإزالة الجليد. ومن أجل كسر الجليد بشكل فعال، يجب أن تكون كاسحات الجليد قوية جداً، قصيرة نسبياً وعريضة وثقيلة للغاية. يجب أن يكون هيكل السفينة سميك للغاية، مصنوع من الفولاذ المقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، كما يتم طلاء السفينة من الخارج بطلاء البوليمير لتقليل احتكاكها بالجليد. ولكي تكون تلك السفن قادرة على المناورة في المياه الجليدية، يتم تصميم جوانبها بشكل مائل. تقوم الكاسحات باستخدام القوة لدفع مقدمتها لأعلى الجليد، ويتولى وزن السفينة وقوة الدفع مهمة تكسير الجليد ثم يدفع لأسفل السفينة. وبينما تتميز السفن الأخرى بقوس مدبب، فإن كاسحات الجليد لها هيكل أكثر استدارة يساعد السفينة على توجيه الجليد المكسور حول السفينة وتحتها لإبعاده عن الطرق وشق قناة لعبور السفن الأخرى. الكاسحات البدائية. في المحيط المتجمد الشمالي يمكن أن تصل كاسحة الجليد إلى أي نقطة خلال أي موسم من السنة، والفضل يعود إلى كاسرات الجليد أو كاسحات الجليد التي يمكن أن تتحرك بحرية مع قدرة على تكسير جليد تصل سماكته إلى نحو 3 أمتار. في عام 1383 شهدت مدينة بروج البلجيكية أول كاسحة جليد بدائية مسجلة للمساعدة في تنظيف الخندق المائي بالمدينة. وفي الأيام الأولى للاستكشاف القطبي استخدمت السفن الخشبية المعززة بالسلاسل الحديدية الملفوفة حولها، وفي بعض الأحيان وضعت الصفائح المعدنية على مقدمة ومؤخرة السفينة. جاءت أولى السفن المبكرة للعمل في الظروف الجوية القاسية عبارة عن سفينة بخارية خشبية ذات مجداف
يبلغ ارتفاعها 51 متراً، والتي تم بناؤها في مدينة فيلادلفيا في عام 1837. كانت السفينة تعمل بمحركين بخاريين بقدرة 250 حصاناً، وبعدها بفترة طويلة وتحديداً عام 1897 تم بناء أول كاسحة جليد حديثة حقيقية في البحر، حملت اسم آيس بريكر يارماك. بنيت في ساحة أرمسترونغ وايتورث البحرية في إنجلترا بموجب عقد بين إنجلترا والإمبراطورية الروسية. نجحت السفينة بالوصول إلى قدرة إزاحة وصلت إلى 5000 طن، أما محركاتها البخارية فوصلت إلى قدرة 10000 حصان. فقبل بناء كاسحات جليد تعمل بالديزل والكهرباء، كانت الكاسحات عبارة عن سفن بخارية تعمل بالفحم أو الزيت. خلال هذه الحقبة كانت أقوى كاسحات الجليد التي تعمل بالبخار تتمتع بقوة دفع تبلغ حوالي 10000 حصان. في عام 1933 جاءت أول كاسحة جليد تعمل بالديزل والكهرباء في العالم، وهي كاسحة الجليد السويدية يامير، التي يبلغ وزنها 4330 طناً. وبقيت أقوى كاسحة جليد في العالم حتى جاءت الكاسحة الفنلندية سيسو لتحل مكانها، وهي أول كاسحة جليد تعمل بالديزل والكهرباء في فنلندا. في السبعينيات تم إيقاف تشغيل كلتا السفينتين واستبدلتا بكاسحات جليد أكبر بكثير. كاسحات الجليد النووية الروسية. كانت أقوى كاسحات الجليد التي تعمل بالديزل والكهرباء هي كسارات الجليد السوفيتية السابقة مثل كريساين وأدميرال ماكاروف وإيرماك. امتلكت هذه الكاسحات 9 مولدات ديزل ذات 12 اسطوانة تنتج الكهرباء لثلاثة محركات دفع بإنتاج إجمالي بلغ 26500 كيلو واط، أي ما يعادل 35500 حصان. قبل نحو أكثر من 30 عاماً حوصرت 50 قافلة سفن سوفيتية في الجليد في منطقة القطب الشمالي الشرقية، فقد كانت تعتمد المستوطنات الروسية التي تقيم هناك على البضائع والمواد الغذائية التي كان من المفترض أن تنقلها السفن إلى هناك. لحسن الحظ كان من بين الأسطول كاسحة الجليد النووية لينين، التي نجحت بهيكلها المعزز وقوتها المدعومة بالوقود النووي، نجحت بإنقاذ مئات الأرواح في واحدة من أكبر وأنجح مهام الإنقاذ في التاريخ. تم إطلاق هذه السفينة عام 1957 ودخلت الخدمة عام 1959. كانت أول سفينة سطحية تعمل بالطاقة النووية في العالم، وأول سفينة مدنية تعمل بالطاقة النووية NS أركتيكا، أول سفن فئة أركتيكا، وثاني سفينة روسية تعمل بالطاقة النووية. كانت أول سفينة سطحية تصل إلى القطب الشمالي في 17 من أغسطس 1977. تنتمي 6 من أصل 10 سفن روسية مدنية نووية حالياً إلى هذه الفئة. 4 سفن من هذه الفئة خرجت من الخدمة، وبقيت 2 اعتباراً من عام 2020. ومن السفن التي تنتمي لهذه الفئة كاسحة الجليد يامال. هيكلها الخارجي مغطى بغطاء بوليمر لتقليل الاحتكاك، ويبلغ سمكه 48 مليمتر. تم إطلاقها عام 1989 ويبلغ طولها 486 قدماً. أما سرعتها فتصل إلى 20.6 عقدة، وتعمل بالطاقة النووية والكهرباء. هناك أيضاً كاسحة الجليد النووية تايمير، والتي تم تشييدها في عام 1989 في هلسنكي الفنلندية لإطلاقها في الاتحاد السوفيتي. يبلغ طولها 498 قدماً، وتبلغ سرعتها 18.5 عقدة. يعمل محركها بقوة الدفع التوربيني النووي والكهربائي. تولد محطة الطاقة النووية الموجودة على متن كاسحة الجليد بخاراً شديد السخونة، والذي ينتج حرارة للحفاظ على القدرة التشغيلية عند 50 درجة مئوية.
أما الكاسحة فايكيج فهي شقيقة التايمر، تعمل بالطاقة النووية ويبلغ طولها 489 قدماً. خرجت هاتان السفينتان عن الخدمة، وتعمل روسيا حالياً على بناء 3 كاسحات جليد. تحمل تلك الكاسحات أسماء أورال وياكوتيكا وتشوكوتكا. ستحل هذه السفن الجديدة محل فئتين من كاسحات الجليد النووية، تايمير وفايجيج، والسفن الأقدم من فئة أركتيكا الأصلية. يتم بناؤها من قبل حوض بناء السفن في البلطيق في سان بطرسبرغ، وهو واحد من أكبر أحواض بناء السفن في روسيا، وبنيت فيه أكثر من 600 سفينة حربية ومدنية وغواصات. تم تصميم الكاسحات لمقاومة الأحوال الجوية القاسية في القطب الشمالي. يصل طولها إلى 173 متراً، ويمكنها تحطيم الجليد الذي يصل سمكه إلى 2.80 متر. تنتمي هذه السفن الثلاث إلى المشروع رقم 22220، وهو مشروع لإنشاء أسطول روسي من كاسحات الجليد مكون من 5 سفن، سيكون جاهزاً بحلول عام 2027. كانت قد انضمت إلى هذا الأسطول سفينتين تعتبران الأقوى والأكبر في العالم، وهما سفينة سايبر التي دخلت الخدمة بشكل رسمي في عام 2021، وتعمل بنظام الدفع النووي التوربيني، ويبلغ طولها 569 قدماً، وتصل سرعتها إلى نحو 22 عقدة، بالإضافة إلى أحدث نسخة من أركتيكا. تعمل هذه الكاسحات بمفاعلين يعملان بالماء الخفيف، ينتجان ماء مضغوطا وبخارا لمحطة توليد الطاقة التوربينية. يمكن لأركتيكا كسر 9 أقدام من جليد البحر المستوي بسرعة 1.5 إلى 2 عقدة. لدى السفينة قدرة إزاحة تصل إلى 33,000 طن من الجليد. تشرف على المشروع شركة روساتوم الروسية، وهي شركة تتبع للحكومة بشكل مباشر. ستتولى كاسحات الجليد الحديثة مهمة مراقبة سفن الشحن التجارية في الجليد البحري الشتوي على طول الممر المائي الوطني في روسيا في القطب الشمالي NSR، للحفاظ على الملاحة على طول الطريق. وتأتي هذه السفن الجديدة لضمان هيمنة موسكو على القطب الشمالي. وكان قد أشرف الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً على إطلاق ياكوتيا قبل أشهر، وتعمل روسيا على تطوير كاسحات الجليد من أجل زيادة صادراتها من الغاز والنفط إلى آسيا للتفادي التأثيرات الاقتصادية التي تسببت بها العقوبات الغربية على موسكو. كاسحات العالم. تنفرد روسيا بصدارة العالم كأكثر دولة تمتلك كاسحات جليدية تعمل بالطاقة النووية، لكن هناك دول أخرى تمتلك كاسحات جليد وإن كانت أقل قوة وأصغر حجماً. نتحدث هنا عن مجموعة متنوعة من الكاسحات، ولتكن بدايتنا مع كاسحات المنافس الأول لروسيا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي لديها كاسحة الجليد بولار ستار، التي تتبع بشكل رسمي لخفر السواحل الأمريكي، ويبلغ طولها 399 قدماً. دخلت السفينة الخدمة في عام 1976، وتم بناؤها من قبل شركة لوكهيلد لبناء السفن ومقرها واشنطن. كانت بولار ستار هي كاسحة الجليد الثقيلة الوحيدة التي تعمل في الولايات المتحدة بعد إيقاف تشغيلها في عام 2010. يعمل محركها بالديزل والكهرباء، ويمكن لمحطة التوربينات الغازية أن تولد قدرة 75,000 حصانا، ومحطة الديزل والكهرباء لديها 18,000 حصانا. وتمتلك أمريكا أيضا كاسحة الجليد هيلي، أكبر كاسحة جليد وأكثرها تطورا في الولايات المتحدة، وأكبر سفينة في أسطول خفر السواحل الأمريكي. تم تكليفها في عام 1999، وكان مقرها الرئيس في سياتل بواشنطن كسفينة مخصصة لأغراض البحث العلمي، وتوفر مكان إقامة لأكثر من 50 عالماً، وفيها نحو 390 متراً مربعاً كمساحة مخصصة للمختبرات العلمية، ومجموعة واسعة من أنظمة الاستشعار الإلكترونية.
ويمكن أن تعمل هيلي في درجات حرارة منخفضة، وهي مصممة لكسر جليد يصل سمكه إلى 10 أقدام. تبلغ سرعتها 17 عقدة، وتعمل بنظام الدفع بالكهرباء والديزل. وفي اليابان توجد كاسحة الجليد شيراس، التي تستخدمها طوكيو للقيام برحلات إلى القارة القطبية الجنوبية. تم إطلاقها في أبريل 2008، وتديرها قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. يصل طولها إلى 452 قدماً، وتعمل بالديزل والكهرباء. أما ألمانيا، لديها كاسحة جليد تحمل اسم RV بولاسترين، كانت قد أطلقتها في عام 1982. تستخدمها ألمانيا لأغراض علمية، ويبلغ طولها 118 متراً. هذه كانت رحلتنا داخل أكثر الهياكل العملاقة تعقيداً في بحار العالم. للمزيد شاهد من هنا سفن الشحن العملاقة.